أهلا بكم مشاهدينا في حلقة حوارية جديدة من بيروت اليوم، حيث يسرني أن أستضيف خلال هذه الحلقة عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش. أهلا وسهلا فيك دكتور علوش. أهلا أستاذ فادي. اليوم وافق تيار المستقبل، هلا بدنا نشوف إذا صحيح أم لا، على صفقة، على تسوية لتفعيل عمل الحكومة انطلاقا من الموافقة على التمديد على التعيينات العسكرية الجديدة. هذه البنود التسعة التي تقدم بها تيار المستقبل والتي وافق عليها العماد ميشيل عون، حزب الله، حركة أمل، الاشتراكي، وهناك يعني مساعي لموافقة جميع أطراف الحكومة عليها. هل هذه التسوية المبادرة صحيحة؟ طبعا التيار المستقبل بالأساس كان هدفه الأساسي الذهاب إلى تفعيل العمل الحكومي والخروج من الجمود القائم على مدى، خلينا نقول، أنا فيني أقول سنوات وربما أكثر، يعني أكثر بكثير من ما الناس توقع. لهدف التسوية بغض النظر عن بنودها اللي هي عمليا أنا برأيي هي تخريب جديد لواقع المؤسسة العسكرية. تخريب جديد؟ نعم طبعا. يعني هل نوع من التسويات لأجل أشخاص وباسم أشخاص ومن أجل أشخاص على حساب مؤسسة وحساب التراتبية بدها ترضي بعض أشخاص وتزعل أعداد هائلة؟ يعني هلا حسب ما بتذكر العدد 450-460 عميد، ليش تنقي بس هالناس وفي ناس تراتبيا أعلى منهم يعني كمان، أو بيستاهلوا أكثر ما بعرف، لكن عمليا عم نجي نحن عم نعمل تسوية كرمال يعني تعيينات مثل ما بيقول الجنرال، بس للتوضيح، نعم، عبد القادر، نزار عبد القادر. هذه التعيينات بشكل عام بالجيش لا تخضع للتراتبية. صحيح. يعني تعيين. صحيح. تعيين أنا بكل يعني العالم. عم برتكز على ما قالوا. صحيح. على هذه الطاولة. صحيح. خلينا نطلع على شغلة واحدة. ما في شك إنه قائد الجيش بكل العالم بيتم تعيينه بشكل تراتبي سياسي بكل العالم. ولكن لمن بدك تحكي على التراتبية الباقية، إذا أنت عم تحكي على جيش مثل جيشنا، هل بيحتاج لهالعدد من الألوية أن يكون موجود فيه؟ هل 8 ألوية ماشي عمل لك؟ هل هؤلاء اللي ترقوا هن حقيقة هن اللي لازم يترقوا ولا شيء؟ وليش هلأ بلشنا نحكي بالقصة وقت اللي تعطل مجلس الوزراء؟ بالأول ما كان مطروح الأمر، تعطل مجلس الوزراء بدنا نعمل تسويات بهالخصوص. هذا أنا هلأ بطلع أنه نحن لو كنا بوضع سياسي مستقيم كمان ما كان في داعي أنك تنطر تقول بدي تمدد لقائد الجيش كمان هيدي، لأنه المفروض كان يكون في رئيس جمهورية، ورئيس الجمهورية يختار أو يشارك باختيار قائد الجيش مثل ما بتجي العادة بقلب البلد. فنحن هلأ كلتو سوا عم نقوم بوضع شاز، كلتو وضع شاز، عم نحاول نرقع من خلال الوضع الشاز إلى حين تجي وضع إقليمي يقدر يسمح لك أنك ترجع تمارس دولتك أو تمارس شؤون دولتك بالشكل الصحيح. بالأساس حتى خلينا نطلع على مدى الثلاث أو أربع عقود أو الخمس عقود، يمكن من سنة 1975 وجاي ويمكن قبل حتى، دائما الدولة اللبنانية كانت هي اللي تدفع الدولة، مؤسسة الدولة اللبنانية أو مؤسسات الدولة اللبنانية كانت تدفع ثمن التسويات لتمشية الوضع، تمشية الأمور. يعني القانون كان يدفع الثمن، الإدارة والتراتبية كانت تدفع الثمن لأنه الوضع شاذ من الأساس، وربما من سنة 43 لهلأ كان وضعنا شاذ بالأساس. دولة تقوم على مبدأ تبادل المصالح أو سموها هن الشراكة الوطنية، حقيقة تبادل المصالح بين مين ومين، أو الشراكة الوطنية بين مين ومين، يعني كان بيركب غير صيغة برأيك لجمع يعني هذه المكونات المتباعدة؟ ما بعرف إذا كانت متباعدة أو لا، ما يجمعهم هو الأرض فقط، لكن كان في غير تركيبة بهيديك الوقت. بهيديك الوقت على الأرجح لا. أوكي. اليوم لكن خليني أقول لك شغلة، من 43 للآن فشلنا، بالعكس عم نتراجع أكثر، مش أنه يعني كانت الفكرة وقتها بداية التركيب
ومن بعدها أنه خلينا ننطلق ونشوف كيف بدنا نطور هذا، ما بتطور المنظومة، ما فيك تخليها منظومة دل مثل ما هي، خاصة هي من منطقية بلشت على تطوير أساس المنظومة. تطوير المنظومة طبعا أكيد. الشيء الأساسي هو حقيقة المواطنين هن زيتهم، كانوا إن كانوا مسلمين، إن كانوا مسيحيين، كانوا دروز، كانوا شيعة، إن كانوا يهود، إذا كمان كان في 3-4 آلاف يهودي أو 10 آلاف أو 15 ألف، ما بقى أتذكر قديش الرقم، أو علويين، نفس المواطنين، كل واحد عم يسعى ليعلم أولاده، ليقدر يطور حاله من الناحية الاقتصادية، لكن المنظومة القائمة كانت ما شراكة بين المواطنين، كان شراكة بين بقايا الإقطاع، بقايا الإقطاع السياسي، بقايا القيادات الطائفية المذهبية بهذاك الوقت، ومشيت بهالشكل هذا، وبقيت المنظومة قائمة بنفس الشكل. كل الأمور تغيرت، كل العالم تغير، كل التركيبة الديموغرافية والإنتاجية والأنظمة بالعالم كلها تتغيرت، لكن هلأ إذا بتطلع أنا عم شوف بعدها نفس التركيبة، تسويات سنة 43 تقريبا هي ذاتها ماشية، وهي أحد أهم أسباب، أو مش أحد، هي سبب فشل النظام. بطبيعة الحال نحن منا قاعدين بصحراء. تعتبر دكتور إذن كمان اتفاق الطائف وتسوية؟ اتفاق الطائف هو تسوية طبعا. وليش بعدنا متمسكين فيه؟ خليني اقول لك شغله، لحد هلا الخيار الاخر بعده منو مطروح، يعني اتفاق الخيار الاخر ليس مطروحا، حتى مطروح. عم اقول لك انا، خليني اقول لك اياها بوضوح، اذا في تركيبه، وطبعا اي دستور بالعالم هو بيجي تسويه، خلينا ما نضحك على بعضنا. ليش؟ لانه بيجي باتفاق بين مجموعه من النخب تنطلق من واقع سكاني وواقع أرض وواقع اقتصاد وواقع عادات اجتماعية وأنا مهنالك، وبتروح بتركب الدستور بناء طبعا على شرع معينة، حقوق الإنسان هلأ فاتت خلال الخمسين سنة الماضية على المبدأ، لكن حقيقة هي تسويات، دائما الدساتير هي تأتي نتيجة تسويات بين الناس، ولكن أيضا التسويات ذاتها هي اللي بتطور الدساتير، لأنه أنت بتشوف أنه هذا اللي اتفقنا عليه سنة 1943 أو 32 أو 29 لا يمكن أن يستمر، لأنه هو صار عم يضرب حاله بحاله، عم يأذي حاله. فأنت بتسوية جديدة بدك تفوت على طائف، هو تسوية جديدة، هو ليس دستور أبدي سرمدي، لا يمكن أن يكون دستور أبدي سرمدي، هو إجا بظرف لإنهاء حرب أهلية. والآن أنا برأيي أنه بعد النظام أو المنظومة الأسلم، لأنه موجودة ومكتوبة، يجي حدا يطرح إذا حدا منه عاجبه هذا التركيبة هيدي بهالشكل. لكن التركيبة من الطائف حتى اليوم كمان، لأنه وصلنا لهون، يبدو أنه التركيبة منا راكبة بشكل يعني مزبوط. حضرتك عم تقول كافة التركيبات أو الأنظمة أو المنظومة تريد الذهاب إلى تطوير، استخدمت كلمة تطوير طبعًا منظومة طبعًا. شو هي المنظومة اليوم التي يجب أن نذهب إليها؟ أنا هلأ إذا بدك اللي أنا بقول لك، بعدني أنا متمسك بالطائف، ولكن مع تطوير مع البنود كلها تسوى، يعني البند الأساسي اللي هو مثلا اللامركزية الإدارية وجزء من الطرح، جزء من الدستور، عندك الذهاب إلى باي كاميرال أو مجلس شيوخ ومجلس نواب غير طائفي ومجلس شيوخ على الأساس الطائفي، أيضا بعتبرها أنه هيدي من الوسائل للتطوير. اللامركزية بعتبرها أيضا جزء من التخفيف من كثير من أمور عم نعاني منها هلأ، يعني أحد الوجوه الفشل القائم هو الروتين الإداري بالاقتصاد وبكل المسائل هيدي. أنا عندي معرض بطرابلس الدولي اللي مشلول، مش لأنه والله ما حدا عم يشيل، لأنه الروتين الإداري، مركزية الروتين الإداري هي شاللته. هون عم نحكي عن آلية، مش المنظومة بأساسها. أنا المنظومة الطائفية اللي عم بحكي عنها بصراحة. طيب عم نحكي عن منظومة طائفية، المصالح الطائفية القائمة اللي هي تتعدى مصالح الأفراد، ما لها علاقة الأفراد فيها، يعني لمن بصراحة لمن زعيم طائفي، يعني عم ترد كل شيء إلى المنظومة الطائفية هي اللي عم تخرب البلد. منظومة الطائفية على المستوى فوق مش من تحت،
خليني ارجع ركز على شيء، استفادة مجموعة من النخب من هذه المصلحة، مجموعة طائفية تنتمي صحيح. لكل وحدة منا إلى طائفة هي صحيح. اللي وتستخدم هي القواعد طبعا، وتستخدم القواعد طبعا لاستمراريتها لحتى تستمر هي بنفس الموقع. وبعض الأحيان حتى اللي عنده نيات صافية بقلب هالمجموعات هيدي بيفشلوا، لأنه يعني قدرت المنظومة بتركيبتها أقوى من أي إصلاح. يعني أحد كبار الإصلاحيين بتاريخ لبنان هو الجنرال فؤاد الشاب، بأول فترة من حكمه من 58 لل 61 حاول يفوت بطريقة من الطرق لتغيير المنظومة كلها تسوى اللي كانت قائمة، وضرب ما يسمى كان بهذيك الأيام بالإقطاع الطائفي السياسي. بعد ال 61 عمل إقطاع تاني، يعني بعد ثورة بعد الانقلاب القومي رجع فات عول هو منظومة تانية اللي هي منظومة المكتب التاني، اللي هي بدل ما أنك تفتح بواب للعالم أنها ترجع تنطلق وتلاقي نخبة من جديد، حط أجبرون على نخب جديدة، ولا مش بالضرورة كان علية القوم بهذيك الوقت. إذن نحن بحاجة اليوم إلى تطوير المنظومة القائمة أكيد، والبحث عن تسويات جديدة. نعم. هذه التسويات هي التي تخلق دساتير، وحضرتك عم تقول أنه اتفاق الطائف ما زال صالحا حتى اليوم، ما إذا بدنا ننفذ البنود الواردة باتفاق صحيح. الطائف، لكن أنتم رأس حرب اليوم بمعارضة أي شيء يتحدث عن مؤتمر تأسيسي. المؤتمر التأسيسي كافة الأطراف بتقعد عليه، ومنروح إلى تطوير المنظومة، مش يعني متالتة وضرب المناصفة. يعني نحن عم تخدوها حضرتكم إذا حكينا عن مؤتمر تأسيسي يعني ضربنا المناصفة، وحضرتك هلأ عم تحكي أنه يجب الذهاب إلى تسويات لتطوير المنظومة. صحيح، هيدا لحلك شغلة، هذه الطاولة، هذا المؤتمر التأسيسي يعتبره البعض هو تسويات، يعني ما في شيء بالفرد، لأن نحن قاعدين على بمؤتمر على صحيح. طاولة حوار. الطرف الآخر نحن عم نقول منظومة الطائف، الطرف الآخر ما عم يطرح شو بده، ما عم يقول شو بده. أنا هلأ يعني خلينا القصة راكبة أكتر شيء اللي عم يحكي فيها، ما عم بيقول شو بده، تيقعد هو وياك على الطاولة تتقول أنت شو بدك وأنا شو بدي، ماشي. نحن عم نقول له طائف، طيب ما عم نروح على طاولة الحوار، ما عم ينطرح هالشيء هذا، مكان الحوار طاولة الحوار منا مؤتمر تأسيسي من سن، يعني أريد من خلالها أن تكون مؤتمرا تأسيسيا، وأنتم رفضتم واللبنانيين رافضين الذهاب اليوم إلى مؤتمر ماشي تأسيسي. ماشي، إذا اللبنانيين رافضين بس نحن عم نحكي عن أهمية التطوير، كيف بدنا نطور 100%. ما فيك في طبعا أسلوبين، في الثورة تلغي كل شيء وترجع تبني من جديد، أو أنك المنظومة القائمة تنتهي نهائيا ما تعود موجودة وترجع تحط شيء على جديد. أنه انهيار المنظومة يعني ضرب اتفاق الطائف والبحث عن دستور جديد، لا عم تحكي ما انت اتفاق الطائف هو جزء من الدولة الحالية، مزبوط. يعني عم تلغي كل الدولة، يعني الدولة هي تنهار، وقد يكون جزء من اللي عم يصير هلا هو بهالاتجاه هذا، او انك تروح على قلب مجلس النواب، ومن خلال مجلس النواب انك تروح تحكي بتطوير النظام بتعديل الدستور. ما هو شو تطوير النظام؟ يعني تعديل الدستور بالشكل اللي بيتناسب مع الواقع القائم. وهلا بصراحة في واقع سكاني قائم، في ديموغرافي قائم، في موازين قوى قائمة، ماشي الحال. يمكن حدا يجي يقول لك بناء على موازين القوى القائمة أنا بدي أفرض شيء يتناسب مع الموازين القوى. يعني أنا عندي سلاح مثلا، إذا ما فيني أتخلى عن سلاحي إلا إذا حصلت على تسويات تتناسب مع حجم هالقوة الموجودة عندي. يمكن مين يجي يقول لك أنه أنا هلأ سكانيا ما بقى راكب الأمور مثل ما هي بالوضع الحالي، خلينا نبحث عن منظومة تانية. واحدة من الشغلات مثلا، دايما على قصة رئاسة الوزراء، أنا مقتنع أنه ليش تكون رئاسة الوزراء بس للسنة، أوكي ماشي الحال، بس أنا كمان ساعتها بده يجي مين يقول طيب ليش تكون رئاسة الجمهورية بس للموارنة، وليش تكون رئاسة مجلس النواب بس للشيعة. فلما بدك تطرح هالشي هذا، أو لما بدك تيجي تقول أنه كل مثل ما عم يطرحوا مثلا التيار الوطني الحر بشكل دائم، أنه رئيس الوزراء هو حاكم بأمره والباب العالي
انه هو كل السلطات. حبيبي طيب اذا هيك شو رايك تصير في تبادل ادوار بدل ما تحكي انه انا بدي ارجع المنظومة القديمة اللي فشلت بالاساس؟ يعني منظومة المصالح اللي كانت من 43 لل 90 حدا في قلي ان حبيبي ان هيدي منظومة ممتازة؟ فشلت ب 58 وفشلت ب 69 وفشلت ب 75 وايضا المنظومة من 91 لليوم هذه يعني فاشلة. يعني فاشلة. اليوم عم نقول انها فاشلة. فانت لما بدك تجي بدي اقول انه انا فاشلة هالتركيبة هيدي. طيب شو رأيك؟ أنا برأيي فشلت لأنها ما تكملت. أنا برأيي فشلت لأنها ما نحكي عن المنظومة لأنها ما تكملت. لأنها ما تكملت عملي. أنا مقتنع أنه فشلت ماسكي هذه المنظومة هني أرادوا أنه ما يكملوها بالاتفاق. ماشي كمان نفس القصة. أنت في عندك طريقتين هلأ لحتى تغير هالمنظومة. أما توعد بدم بارد وكل واحد يقول أنا بدي طورة بهالشكل هيدا أو أنا بدي ألغيها بالكامل. معلش ما حدا منه يعني منو عيب انك تجي تقول انه في شيء فاشل انا ما بقى بدي اياه. اوكي انا رايي خلينا التيار اللي انت ميلاله بيعتبر انه لا هذا بعده لحد هلا ظابط. طيب الاطراف اللي منا عاجبه او اللي معتقده انه هيدي المنظومه فاشله بالكامل بدها تغيير بالكامل تجي تقول شو الخيارات اللي عندها اياها تقول تطرحها. يعني امين عام حزب الله حكي بمحل من المحلات بهالموضوع هذا لأنه يا حبيبي روح تفضل قول طيب شو أنت اللي طارحه بدك تروح على مؤتمر تأسيسي شو اللي بدك تطرحه شو الشغلات اللي أنت براسك انطرحت بسانكلو بشكل من الأشكال وقتها على قصة المثلثة تذكر أنه فيه وبعضه لحديث هلأ السيد حسن نصر الله بيقولوا نحن ما بدنا المثلثة لك أنا يعني عم نحكي مثل ما سمعنا أنا بحب الطقية لأنه الطقية بتساعدك أنك تلطف الأمور لكن عملية هذا انطرح بسان كلو هالحديث هذا ما بدك. طيب ما بدك شو هو طرحك بالمؤتمر التأسيسي شو هو ما عم تحكي بدك مؤتمر تأسيسي على أي أساس قول شو بدك تطور فيه مستحي من اللي بدك تقوله ليش إذا بدك مؤتمر تأسيسي حقك تطلب أنا ما عم أقول لا حقك تقول بدي طور النظام أو ألغي المنظومة كلها تسوى بس ما بتلغي منظومة بتكون ما تكون طارح بديل إنه أنا حبيبي بدي هذا التطوير في هذه المنظومة أو بدي ألغي هذه المنظومة كلها تسوى نطرح يمكن أنا لقي لا فيها إنه والله معك حق خلينا نروح عليها بس ما تجي تقلي إنه أنا كله تحطه بجيبتي وبدي روح فاجئك فيه بعدين قول شو بدك برايك دكتور المشكله الراهنه اليوم يلي نحن قلبين فيها الى علاقه بالمنظومه ككل او الى علاقه اليوم بالمصالح المتعلقه بالمصالح الاقليميه والدوليه خلينا نطلع عندنا مشكله اساسيه داخليه ام الى ارتباطاتها لا الاثنين سوا تماما وبقول لك المشكله الاكبر هي المشكله الاقليميه من تاريخ انشاء لبنان الى الان من تاريخ إنشاء لبنان في كتير دراسات أكاديمية طرحت بوضوح أنه عدم قدرة النظام الديمقراطي المشوه تبع لبنان خلينا نسميه نحن بنروح على الانتخابات لكن عمليا مجرد أنت ما تشوف أنه المحيط بهالديمقراطية هو حقيقة منه كافي لأنك تروح تاخد خيارك كمواطن لكن هذه المنظومة كانت أفضل بكتير من المنظومة القائمة حولها كلها تسوى بدرجات والدليل قدرت أنت تطور حالك بالثقافة وبالعلم وبالفن وبالإبداع واللي بدك إياه وبالجامعات الجامعات الحرة هيدا أهم شعار بالمنظومة الديمقراطية أن يكون عندك جامعات حرة عندنا جامعات حرة بالتأكيد كانت وقدرت أنها تطور حالها أحد أهم أسباب إعاقة هذه المنظومة هي أنه المحيط طبعاً ما عم يتفاعل معها بالعكس كان تفاعله سلبي بكل الوقت وأحد الوجوه تبعها هي التجاذبات من القومية العربية وعبد الناصر إلى المقاومة الفلسطينية قضية فلسطين إلى وصولاً إلى البروز الدور الإيراني من سنة 79 إلى الآن إلى التجاذبات الدولية الحرب الباردة ما تنسى كانت عم تنخاط كمان على عنا يعني كان في عنا كتير رفاق يرفعوا العلم الأحمر ويمشوا ومثل ما يقول برجنيف كنا نعمل بهاي ديك الوقت يعني كمان هاي دي كلها تسوى ما كانت جزء من التركيبة الموجودة وربما الأقصى كانت والأقصى
الأسوأ والأصعب، لأنه كانت مجموعات صغيرة لا تعد 2-3% من قلب البلد، يجيها كام كلاشينكوف، يجيها شوية مصاري، ويجيها منابر إعلامية واللي بدك. لكن بعض الداخل يرتكز على الخارج ويستقدم صح. الخارج إلى لبنان أجل مصلحة شخصية وليس مصلحة إقليمية ربما. هلا يعني مفهوم موافق. يعني يمكن قصة إنكايات، ممكن تعزيز مصلحة، تعزيز منصب، تعزيز مكان ما في فادي. السلطة الداخلية. أنا من خلال تجربتي بعد 57 سنة من عمري وفايت بتجارب قد ما بتخطر على بالك، ما في واحد من هؤلاء المجموعات إلا كان مقتنع أنه أو على الأقل يصرح أنه هيدي مصلحة لبنان. يعني اللي كان عنده حزب فيه شي 12 واحد اوكي وعم ياخذوا مصاري من ليبيا، كانوا مقتنعين انه هن عم يعملوا بهالطريقه مصلحه لبنان، على الاقل هيك كانوا يصرحوا. والمجموعات اللي كانت كمان عندها يمكن نص البلد او ثلث البلد او 20% كانت تعمل ميليشيات ايضا، لان هي بدها تدافع عن لبنان او بدها تحمي لبنان. يعني الاطراف، انا بالحرب الاهليه بتذكرها، الاطراف المتقاتله اثنيناتهم سوا بدهم يحموا لبنان كانوا، بس لبنان اللي هن براسهم وفكرينه. فلهيك عمليا انا لا ادعي خبث هالمجموعات هيدي. بالمحصله انه تم استخدامنا بالتاكيد عن قناعه بكثير احيان. طيب دكتور، عم تدعي الطرف الاخر انه يجي لنا شو بده. صحيح. اليوم الوضع الراهن بالبلد ما يلي: عندك زعيم لبناني ماروني يقول شو بده، عم بيقول لك أنا المنظومة السابقة، الرئيس التوافقي، الرئيس الضعيف، هيدا الفريق بياخده وهيدا الفريق بيجيبه، نحن ما بدنا إياها كطرف مسيحي. بيقول نحن نريد رئيسا قويا، قويا بمعنى لديه ارتكاز إلى قاعدة. أوكي. مثل ما الرئيس الحريري عنده قاعدة يكون رئيسا للحكومة، مثل ما بيكون الرئيس نبيه بري عنده قاعدة شعبية قوية بالطرف الشيعي يكون رئيس مجلس نواب، نحن بدنا رئيس قوي عنده قاعدة شعبية ممثل شعبيا من القاعدة اللبنانية. وطرح، يعني في طرح عم بيقول يا خي يا من روح إلى، خلينا نحكي بالصيغة الأخيرة، خلينا نحتكم إلى الشعب تيشوف الشعب شو بده. لماذا ترفضون هذه الصيغة حتى نخرج من عنق الزجاجة؟ ليك فادي، إذا بدك تطرح المسألة بجزئيتها أوكي طلع فيها هيك يمكن تصفن بجزئيتها، لكن نحن المنظومة كلها تسوى القائمة. ليش ما بدنا نجزء؟ طيب تفضل ماشي. منا هي قائمة على أساس أنه كلها تسوى، يعني كان قانون الانتخاب والمناصفة عظيم اوكي، والتقسيم الدوائر والى ما هنالك، وانتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب اوكي، لمنع انه يشطح الشعب بشي محل من المحلات على شغلات، لانه اوقات الشعبويه بتشطح وبتخليك تروح بخيارات تانية. كل هالقضايا هيدي منظومه قائمه. انت لمن بدك تجي ما فيك تروح الجزئيه تبعتها تقول انه بدي انتخب الرئيس من الشعب. طبعا ساعتها عم تفكر بحكم، ساعتها حكم رئاسي، يعني الرئيس صار يستند الى الشعب، وبدون ما تقول انه المنظومه كلها تسوى الدلدل مثل ما هي. ساعتها يمكن يجي يطلع لك، وعلى الارجح هيك يقول لك لكن كمان رئيس الوزراء يجب انه يستند الى الشعب، وانه ينتخبوا الشعب، وانه ما حدا بيقدر يشيله الا الشعب. ساعتها بهالحاله هيدي، ساعتها اذا طالما نحن الطوائف موجوده فيها. انت حضرتك عم تقول انه خلي يجي الفريق الاخر يقول لي شو بده، عم بيقول لك شغله من شغلتك، يا خي ينتخب من الشعب او روح نعمل قانون لمره واحده. ما هو عظيم، بس على الاقل نطهر من هيدي الازمه، او روح على انتخابات نيابيه، نتفق على قانون انتخابات ماشي. نعمل انتخابات تصير مجلس نيابي شرعي حق، يعني هو ينتخب رئيس الجمهورية. قديش هذا الرأي، قديش جزء، يعني جزء بالمية من اللبنانيين بيمثل؟ ما بعرف، أقول لك ما بعرف، 10-15-20%، 13%. عم بقول لك روح استفتاء، خلينا نقول إذا بيوافق الشعب اللبناني أو ما بيوافق. خلينا طول بالك، خلينا قديش بيمثل هلا هذا الرأي. بمقابله في قوى سياسية تانية، ما أنا الوارد بهالموضوع هذا، عم تقول لك ما بدي. ما انت عم تطرح شيء الاكثريه، واذا انت عندك حقيقه قدره، اذا انت عندك قدره اقناع، خلي ناس انها تروح
يعني القوى اللي موجودة، قوى الأمر الواقع. خلينا نطلع أنه في قوى أمر واقع موجودة على البلد، ما عم بحكي عن حزب الله، عم قوى الأمر الواقع هي المجموعات الطائفية المذهبية التقليدية الموجودة، وأوقات الفردية في عندك زعماء موجودين بمنطقة عظيم. لكن هناك خشية أو هناك يعني واقع معين يؤمن فيها طرف من اللبنانيين، المنظومة الحالية تمنع وصول الرئيس القوي إلى السلطة. بما معناه؟ لأن تتطلب إجماعا. شو يعني رئيس قوي مثلا؟ فسرت لك، الرئيس الذي يمثل. هل هو حقيقة قوي؟ نعم. كيف بيكون قوي بهالطريقة؟ تسميته بيعتبر أنه رئيس قوي، عنده سلطة لحظة من الشعب، يستطيع. تعرف من أقوى يعني إذا بدنا نطلع، عم نرجع ل... خلينا نرجع لفؤاد الشيخ. أقوى رئيس أنا بالنسبة إلي إجا على البلد وأكثر الناس إصلاحي هو الرئيس فؤاد الشيخ. وبرجع بالك، هذا الزلمة ما إجا بتسوية لأنه حتى يقبلوا الكل. لكن خلينا نتذكر الرئيس كميل شمعون كان رئيس قوي. أنا بالنسبة إلي هلأ بتمنى يعني ياريت بيرجع التاريخ فينا لورا وأرجع عيش بعيدك العهد. انتهى بحرب أهلية. رئيس القوي الثاني اللي إجا على البلد بانتخابات وبقوته وجدعنته وقد ما بدك. كان في عوامل إقليمية. عظيم عظيم. ما معناتها أنه الرئيس يمكن يعني أصعب من اليوم. ماشي. هلأ في أنت يعني بدك تقلي أنه أنا بدي أطلع مني شايف قبل كل شيء أنه حقيقة العماد ميشيل عون رئيس قوي. مني شايف مني مقتنع على الأقل. إذا هو حقيقة هيك يقنع على الأقل نص المسيحيين اللي هن ضده. صحيح. وعنده المسيحيين يلي ضده يؤمنون بالرئيس القوي. رئيس القوي مش ضروري العماد ميشيل عون، لكن صفة رئيس قوي يؤمن فيها مختلف المسيحيين الرئيس القوي وزعماء المسيحيين. صحيح. بس الرئيس القوي مش هو اللي لا يستند إلى الشعبية. لكن هون شعبية. لكن اليوم المشكلة هون يعني إن كان بدنا رئيس مسيحي قوي أو لا، ها هي الإشكالية اليوم. أنا بالنسبة إلي أنا بدي رئيس اقتنع فيه، إن شاء الله يكون كل شيء في مسيحيين معه. أنا إذا ما اقتنعت فيه كمواطن ما أنساش وديني، نساش وديني. أنا إذا ما اقتنعت فيه العامل الديني ما يعني لا ولد. لا مش لا لا ما تفكر يعني أبدا. أنا كمواطن عايز يعني عامل توزيع السلطة على كافة الأديان. أي هي وين هي؟ خلينا نذكر يعني اللي عم يحكي بالرئيس القوي كان ما يروح بمغامرة الانقلاب على سعد الحريري. يعني هذا كمان الواحد ما نفاق الأصول ما بتستخدم. النفاق هو أنك تستخدم معايير مختلفة. عظيم. حتى لو راح إلى الانقلاب على سعد الحريري. نعم. إنما هيدا ما بيمنع أنه سعد الحريري هو رئيس قوي في لدى الطائفة السنية واستاء تما تستعمل غير تعبير استاء الشارع السني بعزل الرئيس سعد الحريري. يعني خلق بس القانون والدستور سمح بهالشيء. هذا مزبوط ولا لا؟ طيب مزبوط. عظيم. إذا القانون والدستور بيسمح بأنك تروح أنع الناس أنها تنزل وتنتخبك. خليني أروح للبريك لو سمحت مشاهدينا. بريك قصير ونعود إلى بيروت اليوم. بكم مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيفي عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل دكتور مصطفى علوش. دكتور خلينا كفي بهيدا المطر. اليوم نحن في تعطيل ويعني وفي حركة بالشارع بغض النظر هوية هذه الحركة. في مطالب محقة، في حركة بالبلد، في مراوحة بالبلد، في فراغ كتير كبير بالبلد اليوم. إذا ما وفي فراغ على مستوى رئاسة الجمهورية كنا عم نناقش شو هي الصيغة يلي بتخلينا نطلع من هون. مثل ما بيصير يعني ألا يتطلب هذا الأمر إعادة إنتاج سلطة جديدة من خلال قانون انتخابات والذهاب إلى انتخابات، ومن ثم هذا المجلس هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية. إذا ما ننتج سلطة حقيقية منروح بهذا الاتجاه. إنما أنتم ضد هذا المبدأ، لا لازم نروح إلى انتخاب رئيس جمهورية حتى نتفق إذا اتفقنا على قانون انتخابي. يعني ليش هالأدومية علما أنه فينا نروح على الأساس؟ هو الأساس انتخاب رئيس جمهورية. إذا بدك تطلع إذا بتشوف بالشو لازم يصير هو هذا. لكن باردون دكتور، لكن الأزمة أزمة انتخاب مجلس نيابي جديد تعود إلى 2013. صحيح.
تم يعني التمديد، تم التمديد بصفقة ما بين كافة القوى الطائفيين. خلص يعني انت اللي عم تحكي صحيح 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 تم التمديد بهالشكل هذا، وانا بعتبر وقلت وقتها وبرجع بعيدها، التمديد الاول والتمديد الثاني غير دستوريين. عظيم. غير كيف نبني اسمعني هذا المجلس النيابي، كيف بده يبني عهد جديد عمره 6 سنوات وعلى انقاض لكن غير دستوريين؟ مزبوط. لكن كمان فيك تعمل انت كل مره ما بيعجبني بدي هذا المجلس منه عاجبني ابعطل انتخاب رئيس جمهوريه مشان يطلع مجلس ثاني كمان يكون شوف يمكن يزبط علي ولا لا. يعني خلينا نعكسها دكتور، خلينا نعكسها. نعم. لان ما عجبني القانون او ما اتفقت على القانون مددت، مش لان في معارك ببعض، هذه كانت حجج لانه وقفت يعني بس يعني بس مددنا بتروق. مزبوط. ما هيدي كل القوى اللي مشاركه يعني ما اتفقت على قانون انتخاب، ما عم نحكي ما اتفقت القوى الموجوده ومن ضمنها يعني انا انه انت ما قبلت، لا يا حبيبي كلنا ما قدرنا نوصل لتسويه على قانون انتخاب، ما هذا هو القصه. يعني ما يجي واحد يقول انا بريء من دم هذا الصديق، ما انت انت اللي قلت لهم. يعني نحن عم نحمل مسؤوليه لكل الطاقم السياسي، ما عم نبري حدا، لكن هذا المجلس انقاضه انقاض غير ماشي. غير دستوريه. خلينا لأن ما اتفقنا على قانون نرجع يعني. فادي موافق على هالحديث هذا؟ هلا اذا هالتسويه هيدي اللي موجوده وافقت، ما برجع بنحكي شوية دساتير شوية بالاخريه تسويات يعني اي شيء بيكون ما في حدا عم يعارضه اوكي، او اللي معارضين وصوته واطي اوكي بيمشي. اذا قدروا وصلوا من خلال هالتسويه هيدي الى تفعيل عمل مجلس النواب ونزلوا وحكيوا بقانون انتخاب والى ما هنالك، انا قناعتي انه نفس الامور اللي تسببت باعاقه انتاج قانون سابقا لحتضل هي موجوده. بس كمان خلينا نقول انه اوكي اذا هيك تفضلوا، بس لحتروح القصه الى حين بروز وضع مستقر حولك لحتى تلاقي التسويات كلها تجهزت وصارت موجودة. هلأ القوى الموجودة متمسكة بالأمر بالواقع القائم، في بعضها عم تركض لحتى أنه تستفيد من الوضع القائم، بركي إلى تشانس لأنه إذا تغير الوضع، ومن ضمن العمير ميشيل عون بكل بساطة بكل وضوح، يعني أنه في هلأ وضع في حزب الله وراء ظهري، في وضع إقليمي على الأرجح بده يتغير لغير مصلحتي بوقت الموقات، فخليني هلأ استخدم الفرصة بأي طريقة من الطرق. لكن كمان القوى الأخرى الموجودة بتقول أيضا هذا الوضع هلأ غير ثابت، ويمكن خلال شهر شهرين ثلاثة أربعة تبرز تطورات أخرى قد تكون لغير مصلحتي أو تكون لمصلحتي، ما حدا بيعرف. يعني هيدي لهيك عملية بنرجع المشكلة مش بس فينا، المشكلة أنه كمان تاريخيا نحن مثل ورقة الخريف، ورق الخريف بتلاقيها هوا بياخدك هيك بيرجع بياخدك هوا هيك، والسبب الإضافي هو نحن كمان، ونحن مش نحن بقناعاتنا كمان، يعني مش انه والله انت عميل او انت خبيث عم لا بقناعته انه هو اللي عم يعملوه هو الصح هو لمصلحة على الأقل المجموعة اللي بينتمى لها، والبعض بيقولوا مصلحة لبنان. طيب بدي أرجع لمثل ما مطرح ما بلشت عن هذه البنود التسعة التي تتداول وهناك يحوطها نوع من الإيجابية وإن شاء الله تمشي، بتبلش من التعيينات وصولا إلى تفعيل العمل الحكومي والعمل التشريعي مع إدراج بندي قانون الجنسية وقانون الانتخابات. هيدي هي العقدة، نتفق اليوم على قانون للانتخابات وفي قانون يعني جاهز احالته الحكومة مجتمع التي كانت يعني تضم كافة الأطياف بده يصوت عليه مجلس النواب يمكن ما يقبله. نعم يمكن ما يقبله. ما هيك ما عم بسألك، ما بعرف مش ما بعرف عمل لك هلا هيك عمليا انت هلا عم تطلع. هلا انا خليني مبسوطين انه يعني رجعنا كمان انه تسوية مؤقتة الى حين الى حين يا يموت الحمار يا يموت الملك يا الغنم. طيب اوكي خلينا نقول اوكي ماشي الحال معنى التسوية. لكن هلا شوف البنود تبع، في بنود تنفذ فورا للترقيات، ما هيك تنفذ فورا، والباقيين اوكي عرضة للنقد بأي لحظة من اللحظات. لمن أنا عم أقول تفعيل العمل الحكومي أوكي لا في آلية
ماشي حتى بآلية بآلية ولا بدون آلية أنت قادر تنزل قمصان صغون وقت اللي بدك، يعني مثلا ماشي، أو أحرد أو أحرد أو أعمل حركة بالشارع كلها هيدي. لهيك أنا مني واثق أنه حقيقة هالباكج اللي نعمل هو اللي حيمشي، لكن ما هذا وكله ما هذا وكله، طالما الأطراف السياسية الموجودة هي موافقة أو لح توافق بشكل علني عليها وتمضي عليها فليكن. بس كلياته هذا برجع بقول أنه لا يمكن أنه يبني بلد بأي وقت من الأوقات. هذه تسوية راهنة لتفعيل عمل الحكومة. لتفعيل الحكومة بس، والأهم من ذلك تفعيل العمل التشريعي. لكن السؤال دكتور، هل تيار المستقبل بيمشي بالنسبية؟ هيدي بحثنا فيها بكتير محلات، وصرنا عندنا قناعة تامة على مختلف المستويات أنه النسبية أمر مفروغ منه. صار عندنا قناعة على مختلف مفروغ منه. هلأ شكله وكيف؟ كيف شكله؟ لأنه لحلك شغلة التزاوج بين الأكثر والنسبة أو الدوائر. هذا اللي انطرح بأحسن ظروف أنك تعمل تزاوج بين هون بين هون. نعم. تقسيم الدوائر بيلعب دور، نسبة النسبة على نسبة الأكثر بيلعب دور، كلها هيدي الأمور لنفرض أنا قلت لك نعم نحن موافقين على مشروع الحكومة 15 دائرة ماشي، ما لح يعجبنا على الأرجح. أنتوا شو طرحكوا؟ يعني أنتوا أول شيء تمشون بالنسبية بالمطلق، نمشي من ناحية المبدأ بالناحية نعم نعم. الاشتراك النائب وليد جملات بيمشي كمان بالنسبية كمان بناء على برجع لك أتفضل. بناء على دوائر، خلينا نقول الأطراف السياسية الموجودة ما بتروح يعني بتحكي بالمبادئ. بعدنا عم نبحث دكتور بعكس ما كنا عم نحكي عن المصلحة الشخصية الضيقة لهذا المكون السياسي الطائفي. صحيح، لأنه المكون الآخر كمان عم يطرح هيدي عظيم. ما عم بتهم أنا فريق من الفرقة، يعني كافة الأطياف يتفقون على مصلحتهم الضيقة مش على المصلحة العامة. هن كمان إذا بتجيهم بيقول لك هذا التوازن وما يخدم مصلحة لبنان كمان. هي بالشعارات أنتوا يعني طبعاً شاطرين بالشعارات. ما عمل لك ما تاريخنا هيك تاريخنا هيك وإذا ما تغيرت المنظومة كلها سواء شيء. أنا مثلا من الناس اللي مقتنعين أنه إيه ليش ما أنا بشكل شخصي حتى مع أنه الحسابات تبعتنا على مستوى تيار المستقبل ما كتير أنه بنستفيد منها، دائرة واحدة نسبية بدون طائفية ماشي، فيك تقول أنا هذا طموحي، دائرة واحدة نسبية وبدون طائفية. في ناس بيقولوا لك العكس تماما، دائرة فردية وكل حي بحيه. هيداك بلاقي انه هاي المصلحة الافضل، انا بلاقي انه هذه المصلحة الافضل. فاذا خلينا نحكي بالواقع، قد نتفق على قانون انتخابات برايك؟ بعد لا لحد لا لا لن نتفق على قانون انتخابات ولن نذهب الى انتخابات نيابية ولن يكون هناك انتخابات نيابية قبل ما تتوضح المشهد السوري. ما لح يصير فيه بالبلد هون شيء حاسم، شيء حاسم يعني شيء يقول لك انه هذا ليه ربطنا بالمشهد السوري؟ لانه والمشهد السوري اليوم شو عم بيقلنا؟ انا اللي عمل انا الدخول الروسي يعني في تغيير استراتيجي بالموقف الأمريكي، علما أنه امبارح باراك أوباما وصف بشار الأسد بأنه قاتل الأطفال والأبرياء. ما بقى فرقانة معي بصراحة، ما بقى فرقانة معي، لكن صار في كلام عن وجود بشار الأسد في مرحلة الانتقالية. فادي ما بقى أنا بالنسبة إلي بشار الأسد هو جيفة سياسية هو بحد ذاته، طالما لكن في خلاف على هذا الذي وصفته. لكن عمل لك هو جيفة سياسية طالما ما هو ماسك قراره بإيده، طالما هو عم يستجدي يجي الجيش الروسي يقعد عنده وجاب كل شيء في حرس ثوري بالعالم لعنده ما قدر يعمل له شيء، جاب كل شيء في عظيم. ودخلت ناس إذا يعني اليوم عم يتفاوض على الملف السوري هو الروسي والإيراني واضحة بنيويورك. لا ما بس الروسي والإيراني، الروسي لا يعني عن الطرف يلي يساند بشار الأسد، عندك الروسي والإيراني والتركي والأردني والسعودي والكل. أنا سميتها قدر بشار الأسد يحول سوريا إلى رجل الشرق الأوسط المريض، مثل ما كانت تركيا بالحرب العالمية أو بال
1853 وقت وصف الأيسر الروسي إن رجل أوروبا المريض، سوريا هي رجل الشرق الأوسط المريض بسبب تعنت بشار الأسد إلى عدم الذهاب إلى حكومة انتقالية وإلى ما هنالك. فلهيك هلأ اللي عم نشوفه هي كيفية تقاسم التركي، تقاسم الوضع بقلب سوريا وكيفية رسم الجغرافيا السياسية. لكن التسوية اقتربت برأيك إذا ارتكزنا إلى كلام كيري أنه قد نتصل إلى تسوية ما خلال أسبوع بالشأن اليمني والشأن السوري، يعني في ربط. بعتقد إيه. وأنا ما طلعت يعني إلى الدخول الروسي بعين سلبية كتير على سوريا. أنا قناعتي قبل كل شيء إنه هذا أول شيء إعلان لفشل الدور الإيراني العسكري على الأقل بسوريا حتى الآن، وبوضوح إعلان عن انكسار الهلال اللي كان مطروح بالسابق من سنة 2003 نبلش نحكى فيه، ولكن عمليا هذا ما بقى الوجود نهائيا ولا يمكن أنه يرجع. هلأ أنا طبعا أنا مع أي تسوية تؤدي إلى استقرار الناس، إلى وقف حمام الدم إن كان بسوريا وإن كان بلبنان. أعمل لك إياها بكل بساطة، خلينا نطلع من الحكي الكبير، الحكي الكبير الوحدة الشعب ووحدة الأرض ووحدة الشعب. في شيء اسمه وحدة؟ أنا بالنسبة لي طبعا وحدة الأرض أصلا، يعني نحن كنا عم نحكي سوريا هي اسم وهمي ولبنان اسم مستحدث كمان، خلينا نقول والعراق كان بلاد ما بين النهرين، حدا يقول لي شوية الحدود تبعه كان بهذيك الأيام. خلينا نطلع من الأمور، أنت ما فيك تعمل وحدة شعب بفرق بالحديد والنار، فيك تقدر تعملها لفترة من الزمن مثل ما صار بالعراق مثل ما صار بسوريا، ولكن في شيء واحد بيعمل شعب أنه يكون موجود بوحدة، هو أنه يكون مقتنع أنه هذا البلد هو بده إياه، مقتنع أنه هو حقه مواطن مصان، ومقتنع أنه هو قادر يلاقي رزقه وبنفس الوقت يغير حاكمه وقت اللي بده. هيدا هي هالعناصر بتخليك، هيدا اللي خلت شعب مثل الشعب الامريكاني كل واحد جاي من اخر اصقاع الارض يقول لك انه انا عندي دوله. هذا هو ثلاث امور اساسيه، انت مبسوط بدك تعيش بالبلد، اثنين رزقك قادر تلاقيه، ثلاثه قادر تغير حاكمك. دكتور بهذا السياق، لكن بالمنحى الميداني العسكري، المتحدث باسم البيت الأبيض يقول البرنامج برنامج التدريب والتسليح المعارضة السورية لم يجري كما كانت تأمل إدارة أوباما، وفي كلام من يومين ثلاثة أنه هودي الجماعة يلي سلحناهم ودربناهم صاروا بأحضان النصرة. يعني هناك اعتراف بفشل التوجه الأمريكي لتدريب ودربوا مجموعات صغيرة جدا. يعني فهذه الفرصة ما بتجي 50 مرة، في فرصة واحدة كانت عند أوباما لحتى يروح بشار الأسد كان نحو حكومة انتقالية، هي لمن تراجع عن الضرب، لمن تراجع عن الضربة هاي دي خلاص راحت انتهت. هلأ لكن في واقع على الأرض، في حدا يقول لي أنه هلأ بشار الأسد لو حقيقة عنده القدرة ليش ما بيرجع بيحتل حلب كلها تسوى وشمال؟ ما شمال راح من ايده، صاروا بريف اللاذقية الشباب. نحن رايحين الى حكومة انتقالية برأيك دكتور بسوريا ولا وين؟ عم نحكي عفوا بسوريا طبعا، بسوريا او رايحين الى تقسيم الى نوع من الفيدرالية، ما في خيار اخر، وانا برأيي هذا الطريق الوحيدة لحتى تخلي بعد الفيدرالية صالحة. يعني اذا بدنا نبحث عن فيدرالية في عندك حكومة مركزية قوية. ايه لا هلا بعد الحالي لا، ما في حكومة مركزية قوية هلأ بالوقت الحالي، لكن لأنه أنت إذا بدك تعمل هيك شيء بحاجة لقوة خارجية حتى تفرضها، بحاجة أنك تنزل 40 أو 50 ألف جندي، قوة ردع. الروسي شو عم يعمل اليوم بعد استخدام هذه الأسلحة النووية والطيران الروسي مع طيارين روس؟ خليني ذكرك فتت شو عندي دقيقة ونص، شو اللي حتغير؟ برجع بقية، هل أنت قادر تغير على الأرض؟ كمان الطيران الأمريكاني والطيران والنوعي وإلى آخره ما قدر أنهى داعش، أو ربما ما بده ينهي داعش، أو ربما يستعمل داعش ما بعرف شو. روسيا أنه إذا إجتنا 12 طيارة سخوي أو حديثة شو اللي حتغير على الأرض؟ لح ينزل 50 ألف جندي سوري روسي يفوتوا على الأراضي السورية ويحتلوها ويفرضوا الأمن؟
هذا هو السؤال، هذا اللي بحاجة له. أنت إذا دولة ما أنا قادرة أن تنزل جنودها على الأرض وتخسر، تقول أنا فيني ضحي بثلاث أربعة آلاف جندي، ما راح تقدر تغير شيء بالواقع على الأرض إلا التسوية. نحن رايحين إذن من رأيك إلى تسوية؟ أنا قناعتي التسوية تستند إلى أنه تقسيم جغرافي مؤقت، ربما مؤقت ربما، لكن هلا بالوقت الحالي هذا الشيء الوحيد اللي بيوقف حمام الدم. وبعدين ساعتها بيهجموا على داعش كلياتهم سوا، بيقولوا بتصير هي ما يتفق عليها كلياتهم سوا. انا بدي اشكرك دكتور مصطفى علوش، عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت البرنامج، تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الالكتروني mtv.com.lb. الى اللقاء.